طريق الهدى والنور نمضي، ترسم درب القلوب واحة الإيمان، من وحي نور الإله نصح نبني، نسمو ونهفو إلى منازل الجنان. مواعظ الخير نرسلها للناس جمعا نرددها، مواعظ الخير نرسلها للناس جمعا نرددها، أفواه العلم تنطقها خيرا تريد وإحسان في واحة الإيمان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. طابت أوقاتكم بكل خير مشاهدين الأعزاء، ومرحبا بكم في هذه الحلقة من برنامج واحة الإيمان في موسمه الثالث. مشاهدين الأكارم، ينظر الإسلام هذا الدين العظيم إلى العمل على أنه مجد وشرف للمسلم وأداء لفريضة أوجبها لكل من يقدر عليها، وقد جاءت التشريعات الإسلامية للحث عن العمل واستنكار الكسل والتقاعس والجلوس وانتظار الصدقات أو ما يتفضل به الآخرون، حيث قال تعالى في محكم تنزيله: وقل اعملوا فسير الله عملكم ورسوله. وقال الحبيب المصطفى صلوات ربي عليه: ما أكل أحد طعاما قط خيرا من أن يأكل من عمل يده، وأن نبي الله داود عليه السلام كان يأكل من عمل يده، صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. في هذه الحلقة أيها الأعزاء سنتحدث عن قيمة العمل واكتساب الرزق في الإسلام، ويشرفنا أن يكون ضيف هذه الحلقة فضيلة الشيخ عمر الراعي. حياكم الله فضيلة الشيخ عمر، ودعنا نتحدث في بداية هذه الحلقة عن قيمة العمل في الإسلام، وكيف حثنا هذا الدين العظيم على العمل واكتساب الرزق والسعي في رزق الشخص نفسه ومن يعوله وأسرته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أولا في البداية أتفضل وأتقدم بالشكر الجزيل لطاقم البرنامج على هذه الاستضافة وهذا الموسم الثالث الذي رأينا فيه كثير من خلال مواسمه السابقة كثير من الفوائد مع كثير من المشايخ والدعاة، وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على البركة والنية الصالحة في إعداد مثل هذا البرنامج. العمل في الإسلام هو منظومة متكاملة عظيمة يحتاج المسلم أن يكون على دراية بها، والمسلم حيثما كان وحيثما حلل، كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم: الحكمة الضالة المؤمن أينما وجدها فهو أحق بها. العمل قيمة عظيمة وأمر منشود ينشده كل إنسان في الحياة، مسلمهم وكافرهم، فلن يستقيم الإنسان في هذه الحياة بما يشغله في هذه الدنيا. يقول إمامنا الشافعي رحمه الله تعالى: نفسك إن لم تشغلها بالحق شغلتك بالباطل. وإن من ضمن الحق الذي ينبغي أن ينشغل به الإنسان هو العمل، فالعمل شيء عظيم. تفضلت أنت في المقدمة حقك وذكرت أن الله سبحانه وتعالى قال: وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون، إلى آخر الآية. والحق عز وجل أيضا قال في الكتاب العزيز: هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. فهناك آيات كثيرة في القرآن وأحاديث كثيرة نبوية عن المصطفى صلى الله عليه وسلم ذكرت لنا أهمية وقيمة العمل في الإسلام. فكلما استشعر الإنسان مهمته في الحياة هذا الاستشعار استطاع أن يحوز الفضل العظيم للعمل. ولا أظن أن فينا من ينكر أهمية العمل. صحيح، كلنا يعلم أن للعمل قيمة عظيمة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم عاملا مع أنه مكلف بأعباء النبوة وأعطاه الله عز وجل أعباء كثيرة، لكنه ظل عليه الصلاة والسلام يعمل، ظل عليه الصلاة والسلام يعمل، وقد رعى الغنم سنين عديدة لأهل مكة. كان يقول عليه الصلاة والسلام: ما من نبي إلا ورعى الغنم. قالوا الصحابة: يا رسول الله، وأنت رعيت بالغنم؟ قال: نعم، كنت أرعاها لأهل مكة على قراريط. ونلاحظ التعبير على قراريط بمعنى أنها شيء حقير وبسيط. فلم يقول النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا الأمر بسيط فأنا أريد أن أتقاعس عن العمل، حتى مع أن الله تعالى أعطاه وكلفه بأعباء الدعوة
فلم يسكن صلى الله عليه وسلم ولم يكن كسولا يميل إلى الدعة، بل قام بأعباء النبوة وبتبليغ الرسالة على أكمل وجه. هذا الذي يعني يذكره العلماء في فضيلة العمل، وإلا في الحديث عن هذا الأمر طويل وفيه أحاديث كثيرة. نسأل الله تعالى أن يجعلنا ممن يستمع القول إن شاء الله فيتبع أحسنه. فضيلة الشيخ، في مجتمعاتنا زادت نسبة البطالة، خصوصا في ظل هذه السنوات التي طالت أمد الحروب في هذا البلد والإشكاليات السياسية. كثير من الشباب أنه تعليمهم الجامعي وتخصصوا في تخصصات ولم يجدوا الوظائف، بل هناك أيضا شباب لم يستطيعوا إكمال دراستهم ولم يجدوا العمل. فضيلة الشيخ، من وجهة نظر الشرع، ما أسباب، يعني برأي شرعي دعنا نقول هكذا، ما أسباب انتشار ظاهرة البطالة الآن في هذا المجتمع؟ أي نعم، هذه البطالة طبعا تعتبر مشكلة عالمية، يعني لسنا نحن الوحيدين الذين نعاني منها في وطننا، لكن نحن زي ما تفضلت مشكلات البلد وفيها الحروب والمشاكل، فربما تفاقم الوضع وتزايد الأمر بالنسبة لهذه الظاهرة اللي هي ظاهرة البطالة. فالإسلام نبذ البطالة، نبذها نبذ كامل، وأعتقد والله أعلم أنه من أقوى أسباب البطالة اللي تجعل شبابنا يحجمون على العمل هو استحواذ الوظيفة على العقول. يعني أنا إذا ما عندي وظيفة لن أعمل، وهذه مشكلة كبيرة. الوظيفة إنما جاءت في السنين المتأخرة، كان كل الناس تعمل أعمال حرة. وعلى فكرة يعني ويعذرني السامعين، يعني نحن نريد أن نصل إلى إشادة وإلى إفادة في قضية العمل. صحيح، أنه الناس دائما تنظر إلى الوظيفة، إذا ما حصلت وظيفة أنا سأبقى، وهذه مشكلة. على فكرة الوظيفة، مع احترامي يعني للجميع، يعني احترامي الوظيفة عبودية، أنت تكون عبد، بل أصبح مرتباتها من أقل المرتبات للأسف. يعني أنا لا أتحدث عن قضية المرتب، المرتب هذا آخر ما أتحدث عنه. القضية قضية أنك أنت لما تكون في وظيفة أنت لازم ملزم بدوام وملزم بساعات، وإذا أردت أن تخرج خارج البلد لابد تأخذ رخصة وإجراءات كبيرة. لكن أنت لو كان عندك عمل حر أنت بنفسك من تقيمه ومن تتبناه، لن يستطيع أحد أن يقول لك افعل أو لا تفعل. صحيح. فنحن نريد إشاعة ثقافة العمل الحر. طبعا ليس إهانة الوظيفة، ولا نقول حجموا على الوظيفة، الوظيفة طيبة وشيء جميل، لكن أن تستحوذ على أذهان الشباب وإنه ما في عمل إلا منحصر في الوظيفة، هذه إشكالية تدعوهم إلى البطالة. وقد بيّن لنا النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأمر لما جاءه رجل وقالوا يا رسول الله اعطني من مال الله. فالنبي نظر إلى الرجل ورآه يعني رجل يقوى على العمل، يعني مش إنسان ضعيف بحيث أنه عنده عاهة ولا عنده مشكلة ولا. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم هل عندك شيء في البيت؟ عندك شيء في البيت؟ قالوا نعم يا رسول الله، عندي ركوة، هذه ما يسمى ركوة أو شيء اللي يشربون به هذه، وحلس. الحلس عبارة عن فراش يجلسون عليه. قال نفترش بعضه ونلبس بعضه. قال هاته. فجاء به الرجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم في اليوم التالي، فالنبي صلى الله عليه وسلم سوى مثل المزاد، من يشتري هذا؟ فقال الرجل بدرهم. ثم قال من يزيد؟ قال بدرهمين. فالنبي عليه الصلاة والسلام بعد ما رسى هذا المزاد على الرجل قال خذ هذا واتني بفاس، اشتر بهذا المبلغ فاس. سبحان الله. راح الرجل واشترى الفاس، والنبي صلى الله عليه وسلم جهز له العصا الهراوة، احنا نقولها جهز له اياه وصلح له اياه واعطاه الرجل، وقال له اذهب احتطب ولا أراك إلا بعد جمعة، أو كما في الرواية يعني ما تجينا إلا بعد أيام. فذهب الرجل يحتطب، ولما احتطب سيدنا هذا الرجل رضي الله عنه جاء بعد أسبوع وكان يحمل بعض المال فيه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم هذا خير لك. انظر كيف، هذا خير لك من أن تأتي المسألة على جبهتك يوم القيامة، فإن المسألة لا تحل إلا لفقر مدقع أو لغرم مفضع أو لدم موجع. هذه الثلاث التي تحل اليوم. اليوم يعني ترى كثير من الناس يسألون من غير حاجة وعن حاجة، ما تعرف اليوم من هو صاحب الحاجة. نعم. ومن هو غير صاحب. وهذه ظاهرة يعاني منها المجتمع. طبعا هذه من أقبح الظواهر اللي هي جعلت كثير من الناس ينأون عن العمل بالبطالة، ينأى عن العمل بالبطالة فيتخذ المسألة حرفة. في هذه الظاهرة ماذا تقول، ماذا تود أن تقول للناس من يسمعون الآن إذا جاءهم سائل يسألهم كيف تعملون معه؟ أنت إذا جاءك سائل، إذا أحسنت الظن فيه
وعلمت وبغلب على ظنك أن الرجل محتاج، طبعا هذا من أعظم القربات والطاعات. من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. لكن إذا علمت أن هذا شخص وغلب على ظني أنه يحترف هذه المهنة، فأنا أعينه الآن، أعينه وأعينه على البطالة وعلى الكسب السهل. الكسب دائما يكون بما أحل الله، وكل ما تعبت في الكسب كلما استطعت أن تقدم لنفسك خير كبير. فالبطالة ظاهرة ظاهرة ويترتب عليها آثار يعني سيئة صحيح. في المجتمع. سنأتي للحديث على هذه، نسأل الله أن يرزق شبابنا وفتياتنا العمل الصالح. أعزائنا المشاهدين، دعونا نذهب إلى هذا الفاصل ونعود لإكمال هذا الحوار. عدنا لكم مشاهدين الأعزاء لنواصل هذا الحوار في حلقة هذا اليوم من واحة الإيمان في موسمه الثالث، وحديثنا اليوم عن قيمة العمل في الإسلام وقيمة اكتساب الرزق الحلال. ضيفنا لهذه الحلقة فضيلة الشيخ عمر الراعي. فضيلة الشيخ، تحدثنا في المحور الأول عن قيمة العمل في الإسلام ونبذه للبطالة. هذه البطالة التي انتشرت بين شبابنا، ما أبرز مخاطرها على الفرد وعلى المجتمع؟ في البداية لما قلت قال الإمام الشافعي رحمه الله: نفسك إن لم تشغلها بالحق شغلتك بالباطل. يعني النفس البشرية دائما تميل إلى الدعاء، فإذا انشغلت بفراغ الوقت سيأتي إبليس يعني يسول لها ويعطيها المجال في الانحراف. الانحرافات اليوم الموجودة انحرافات كثيرة جدا نشاهدها للأسف الشديد، وهذا من أقوى أسبابها الفراغ. إن الفراغ والشباب والجدة مفسدة للمرء أي مفسدة. فنحن نريد إشاعة ثقافة العمل عند الشباب حتى نتغلب نوعا ما عن مثل هذه الأمور. ثم أنه إذا نفسك شغلتك بالباطل حدث ولا حرج بعد ذلك من الإساءات الكثيرة. هذه من النتائج، النتائج الكثيرة تجميد العقول. في مثل ما تفضلت أنت في مقدمة البرنامج أنه في كثير طلاب يخرجون من الجامعات عندهم تخصصات كثيرة وإمكانيات كبيرة كذلك، وين من يستغل ويستثمر العقول هذه؟ وهو نفسه الشاب لما يقول لك لا أنا أريد عمل يحتاج ويتناسب مع قدراتي، يا أخي أنت قم أول في البداية، ابدأ بالعمل. صحيح. ربما قد يكون العمل شاق في البداية، لكن بعدين ستتطلع وستأتيك الأمور التي خططت لها. يقال أن مشوار 1000 ميل يبدأ بخطوة. يبدأ بخطوة. نعم. بارك الله فيك. فنحن نحتاج أولا في البداية هذه أنه الواحد مو مشكلة يعني يجرب العمل حتى يصل إلى مبتغاه. قالوا لحمل الصخر من قمم الجبال أحب إلي من منن الرجال، يقول كسب فيه عار، فقلت العار في ذل السؤال. هذا العار، مش العار في أنك تقوم تعمل. يا أخي العمل مهما كان هو شريف. صحيح. أذكر من اللطائف يعني أنه في واحد من العقلاء اللي كان من الأجداد يعني ذهب إلى بعض المناطق يعمل، لكن للأسف ما حصل العمل المناسب له. هو كان يعمل في البناء، معلم بناء، لكن بقي في المسجد هذا في المنطقة هذه حائر ماذا يفعل. أول يوم، ثاني يوم، ثالث يوم، ما أحد يعني لبى على عمله. فجاءه شائب وقال له: يا والد أو يا فلان، أنت لك أيام في البلاد، خير عندك مشكلة؟ قال له: والله أنا بغيت شغل، دورت وبحثت عن الشغل فلم أجد، هل تستطيع تجد لي شيء عمل؟ قال له: والله شوف أنا ما عندي عمل، لكن عندي عمل، هل هذا العمل بتقنعه؟ نعم. قال له: يا أخي أنا بغيت بأعمل، أي عمل بغيت بحضر لي لقمة عيش أكسب الرزق. فقال له: بتعمل عندي عزك الله في وجلك الله، تخرج هذا حق الحمامات، كان أول يخرجون لما كانت الحمامات، يعني عمل مستهجن للغاية. صحيح. في الظاهر. فقال له: يا أخي إذا ما في عمل خلاص توكلنا على الله. فالرجل أصبح في المساء وجاب له العدة اللي يعمل بها. في الصباح الرجل يقدم خطوة ويؤخر الأخرى، يقدم خطوة ويؤخر، يعني قال دحين إيه الحالة هذه اللي وصلت لها؟ أنا أعمل هذا العمل وقل كنت معلم من قبل، كنت أنا معلم بنا والآن إلى هذه الدرجة. فأنا لا قدمت بأفعل الشيء هذا، نفسي تحدثني تقول لي لا أرجع. فقال: يا نفس، يخاطب نفسه، إن لم تعملي هذا العمل جوزيتي على أسوأ منه، بتفعلي أسوأ منه. نعم. قال والرجل ينظر إلي من الأعلى، قال: ما لهذا الرجل يعني ليش ما بدأ الآن؟ نهار جزع منه كثير من الوقت. فجاء يحدثه يقول له: كنك يا فلان، إيه كنت تحدث نفسك؟ قال: لا ماشي إن شاء الله. قال: اسمع يا فلان، قل لي إيه تقول نفسك؟ قال: قلت نفسي يا نفس إلى ما جازيتي على العمل هذا وتعملينه بتكون عاقبتك أسوأ من هذا.
قال يا ولدي وأسوأ من هذا؟ قالوا السرقة. لا نحن. شوفوا الآن من النتائج البطالة. نعم. السرقة. انتشار السرقة. نسأل الله العافية. وهذا من أخطر الانحرافات، لأن الناس عزفت عن العمل وكلهم يبغون العمل على مستوى قدراتهم. طبعا أنت من حقك كشاب أنك تأتي بعمل مناسب لقدراتك، لكن في النهاية إذا لم تجد لا تضع يدك على خدك وتتفرج على الناس، هذه مشكلة كبيرة. قم اعمل إلى أن يقيض الله لك ويوسع الله عليك وتخرج من الأزمة هذه. ولرب نازلة يضيق بها الفتى ذرعا وعند الله منها المخرج، ضاقت فلما استحكمت حلقاتها فرجت وكنت أظنها لا تفرج. ونسأل الله الفرج. نعم. لهذه البلاد ولكل. نعم. شبابنا ولكل أيضا لكل من يريد عملا في المجتمع. نعم. فضيلة الشيخ، بسبب ظروف بلادنا أيضا، نعود لهذا الموضوع، بسبب الحروب ترك الكثير من الأطفال مقاعد الدراسة، ربما بعضهم بسبب النزوح، ربما البعض الآخر بسبب ظروف الأسرة مما اضطره للعمل. بعض الأطفال يعمل في أعمال لا تتناسب مع جسده، مع عمره، حتى جعله عرضة للاستغلال. ماذا تقول شيخنا في ظاهرة عمل الأطفال؟ أول في البداية، هذه مسؤولية كبيرة يجب أن يتحملها الجميع. أنا لا أخص بالذكر الأسرة مثلا المسلمة، أيضا أخص منظمات المجتمع المدني ككل. الحكومة تتحمل جزء من المسؤولية، منظمات المجتمع المدني على اختلافها تتحمل جزء، الأسرة تتحمل جزء. طبعا هذه الظاهرة دخيلة على مجتمعاتنا. عمل الأولاد بما لا يتناسب مع قدراتهم، مثل ما قلت الآن، أنه يجعلهم عرضة للاستغلال. أنت الآن تسمع كثيرا عن ما يسمى بالتحرش الجنسي. صحيح. تسمع كثير من انتشار الظواهر الغير لائقة، الظواهر الجنائية الخطيرة التي تنخر في مجتمعاتنا كنخر السوس بالطعام. وهذا كله نحن من يصنع هذا، نحن من يصنع، نحن جزء من المشكلة. الإشكالية في الحياة هذه وفي الظاهرة هذه مثلا، أن الكل يلقي باللائمة على الآخر، الأسرة تلقي باللائمة على المجتمع، والمجتمع يلقي باللائمة على الأسرة. لابد أن يتحمل الكل مسؤوليته، كل واحد مننا يتحمل مسؤوليته في هذه الحياة، بحيث أنه نحن ندرأ المشكلة هذه. طبعا رأي الدين في عمل الأطفال أنه إذا كان ما يتناسب مع قدراتهم، أو ربما يعني يكون عرضة لهؤلاء الأطفال أن يتحملوا أعباء وأشغال خارجة عن إطاقهم، فهذا مرفوض، مرفوض. أما إن كان العمل لإعانة الأهل وهو متناسب، يعني بحيث أنه ما نفرق، يا أخي يعني أنا ماذا أفعل؟ أنا رب مثلا أسرة عددهم 10، فأريد من يعينني من أبنائي على هذا. صحيح. فأنا اضطررت كأب أني أزج بابني في هذا الواقع، لا فرحا بهذا. مثلا بعض الأعمال تكون مقبلة، كان يساعد الطفل أباه مثلا في بقالة أو في بسطة لبيع الأشياء، بغض النظر، المهم أن يكون متناسب مع قدرة ويحفظ هذا الطفل. بالضبط. ويبعده عن كل استغلال، لكن مع عدم إهمال أن لهذا الولد حق في التعلم. صحيح. لا نحرمه من التعليم. أنا وصراحة من خلال برنامجكم أناشد المجتمعات وأناشد المنظمات، طبعا المجتمعات هذه اللي عندها القدرة، أهل اليسار من الأموال، أين هم اليوم من هذا؟ أين هم من مثل هذا الشيء؟ صحيح. وإلا فقط يعني بناء مساجد، وما شاء الله نرى النفقة فيها كثيرة، مع احترامنا يعني، طبعا هو باب واسع من كثيرة، باب واسع من أبواب الخير. قال يقول الإمام الجيلاني رحمه الله: لقمة في بطن جائع خير من بناء 1000 جامعة. إذن مشاهدين الأعزاء، طاقم البرنامج خرج إلى الشارع وسأل مجموعة من المواطنين حول رأيهم في أسباب انتشار ظاهرة البطالة، وكيف طرق معالجة هذه الظاهرة الخطيرة من وجهة نظرهم. لنشاهد هذا الاستطلاع ونعود لإكمال هذا الحوار. أسباب البطالة ترق مراقبة الأهل، يعني المسايرة، الشباب اللي هم يعني قلال تربية، هذا تكثر البطالة. وثاني حاجة التعليم، إذا واحد يعني السن صغير عارف، بتقول هذا الأهل، لكن اللي هو في سن كبير كذا يعني تحصل البطالة تكون زايدة بسبب المسايرة العيال السوق. العلاج له يعني الواحد يترقب الأولاد، متابعتهم فين يجلسون، فين يجلسون، وين يتحركون تحركاتهم،
هذا تقدر تتابع الأولاد، تقدر تعرف منين طلعت هذه البطالة. بسم الله الرحمن الرحيم. في بطالة مجرد كالشباب لا يشتغلون، لا أعمال معاهم، فنصيحة لي أوجهها لهم أنهم يفتتحون لهم مشاريع وأعمال خاصة بهم، لا يصيرون موظفين عبد. لا، الظروف هذه تعيش البلاد، هذه يقول لها أهم شيء في ما نشوفه. بالنسبة لعمالة الأطفال هي تكون خطيرة على مستوى الأب، على مستوى الأسرة، على مستوى البلد، على مستوى المستويات كلها تعتبر يعني خطيرة جدا إذا ما انتبهوا لأولادهم في السن هذا أنهم يضيعون. أيوة، مشاريع خاصة، مشاريع يعني تكفلهم، مصانع خفيفة كذا على قدرهم، أعمال طيبة ما فيها يعني فيها صعوبة، وإن شاء الله البلاد يعني إذا تحسنت بتتحسن الأمور حسب ظروف البلد يعني. والله لأن الظروف السياسية والاقتصادية هي تأثر على البطالة، الحروب والمشاكل فتأثر على البلد بشكل عام، الأب يكون بلا عمل فيأثر على الأبناء في مصاريفهم، في تغذيتهم، في أكلهم، في لبسهم، فيضطر الطفل إنه يشتغل أو الأب يخلي الطفل يشتغل. خطورة كبيرة، سبب ما في تعليم، ما فيه لا تعليم ولا يعني بطالة ومشاكل كثيرة. والله البطالة نقول نحن أنها سبب البطالة الأساس أنها الوضع الاقتصادي، يعني الناس لا واحد بيشغل واحد يقول لك ظروفي يلا أنا وعمري يلا واشك نفسي، ولهذا كثرة البطالة. وفي نفس الوقت الدولة ما فتحت ميال لا للمدرسين، حتى المدرسين كثير مساكين وظائف ماشي، فهذا طبعا أقت الأمور هذه. والله أنا رأيي أنهم لا يعتمدون أولا على الدولة، أن الدولة بتوظفه، أن الدولة بتقوم، فيروح له يفك له مشروع، يفك له أي شيء، شوف له شغل عند مواطن آخر، وهذا أنا أشوفه بيخفف من هذه البطالة أنا في رأيي يعني. والله أسباب البطالة أنا نقول الحكومة أول سبب البطالة، مساكينهم دحين حتى بعض شباب شوفهم تحصلوا يشتغل لك يصرحون مع أصحاب البصالة هذيلة، يصرحون مع يصرفون أنفسهم. ما البطالة نشوفها من الحكومة، ما وفرت أشغال للناس، كم من واحد معه شهادة مسكين تحصلوا يالس شهادة معه عليا، يالس لك يشتغل في بقالة يا في سوبر ماركت يا في، وهذا يكون له دور كبير. هذا البطالة هذه حكومة غايبة عنه، خلاص مساكين من العيش يا أخي، الوقت تصله صعب، صلوا واحد معه ست عيال مسكين ما قدر يكلهم، اضطر انه ولده يندر يشتغل، يشتغل له قلت لك يا في بصل، بعضهم يسبون بصل، بعضهم مساكين يشتغل لك يا في بقالة يا عالطعمين، ما منهم يصرفون الناس، الناس تعبت يا أخي، ربنا إن شاء الله يصلح الحال والعباد. أسباب البطالة قلة الأعمال، للأسف الشديد، للأسف الشديد عدم مراعاة أو عدم كل الدولة، نهيب بالدولة أن تنظر إلى أحوال الشعب والمواطنين، يعني تنتبه هذا، يعني كلكم مسؤول وكلكم راع وكل مسؤول عن رعيته، يعني المسؤولين يجب أن ينظروا إلى هذا الموضوع، المواطنين من ناحية العمالة ومن ناحية التوظيف التشغيل والإدارات والأعمال الحرة، تشجيع المواطن على أنه يعني لا إله إلا الله محمد رسول الله، يساعدونهم يعني يساعدونهم في تكابد الحياة هذه. أبرز الطرق يعني المسؤولين، يعني إذا وجد مسؤول يخاف الله ورسوله وينتبه في مسؤوليته وتقنية تدريجية المسؤولية، هذا لمشت الدنيا. الأعمال الحرة، الأعمال الحرة تبغى لها رأس مال، رأس مال إذا لم ينظر إليك الإداري، المسؤول، المحافظ إلى أعلى هرم في الدولة، إلى لم يسيسون الموضوع وينظرون إلى شوي، يهيئون لكم اللهم صل على سيدنا محمد، يهيئون لكم الوضع
بتجري الأمور. عدنا لكم مشاهدين الأعزاء في هذه الحلقة من برنامجكم واحة الإيمان، وحديثنا اليوم عن قيمة العمل في الإسلام وقيمة اكتساب الرزق للأشخاص وللمسلمين. فضيلة الشيخ، ونحن قد اطلعنا على هذا الاستطلاع الذي أجراه البرنامج في الشارع، رسالتك الأخيرة التي توجهها للشباب، الشباب الذين لم يخطوا بعد أي خطوة في مجال الأعمال؟ طبعا الرسالة هي قد تقدمت فحواها في البداية، لكن أضيف وأقول أن العمل ليس فيه عيب مهما بلغ ومهما كان. يعني نحاول قدر الإمكان أنه نتجاوز العقبة هذه، لا نقول عمل عيب ولا نتجاوزها بكل ما نستطيع. من حقك كما قلت كشاب أن تبحث عن العمل المناسب لقدراتك ومناسب لوضعيتك، لكن ليس من حقك أن تقعد في البيت وتضع يدك على خدك وتقول لا والله هذا العمل غير مناسب لي وأنا أريد عمل كذا، فستظل عال على المجتمع. هنا فضيلة الشيخ، يعني ربما سؤال يطرح نفسه، ماذا تقول للأسرة التي تزوج ابنها وهو لا يملك عملا؟ هذه أي إشكالية كبيرة. يعني كان من الأمور في السابق، يعني شوف الأولين وأجدادنا يعني بنوا حياتهم أكثر تنظيما وتخطيطا واستقرارا كذلك. نحن اليوم نعيش في فوضوية يا أخي، يعني جعفر، يعني أستاذ جعفر، نعيش في فوضوية عارمة. هذه الفوضوية أودت بنا إلى كثير من الأمور. لما تزوج الشاب أنت وهو لا يقدر على الكسب، سيكون عالة على والديه دائما. وأنا أعرف أنه في كثير من الآباء، كنت أذكر أن واحد من الأحباب والإخوان عنده أولاد وكان ميسور الحال، عنده الحمد لله أموال وعنده كثير، حاله ميسور للغاية، لكنه قال شوف أنا أبنائي هؤلاء مع أن أقدر أعيشهم وأعيش أبنائهم وأبناء أبنائهم من المال الذي لي، لكن ما علمتهم الكسل. صحيح. زجيت بهم في أعمالي، حتى كان عنده سيارات كبيرة، سيارات نقل كبيرة، فكان يقول أعلم أولادي هؤلاء أنهم يروحون يشتغلون ويسوقون السيارات هذه، ما جبت سواقين من برا أبدا، علمت أولادي، جعلتهم يعرفون قيمة العمل. صح. مع أننا أستطيع أن لأنه تقديس قيمة العمل ستجعلك تقدر قيمة الزوجية. بالضبط. والمحافظة على هذه على هذا المشروع، تقدر المال، حتى المال الذي تكسبه. الليل إسراف والتبذير اللي يجي من كثير من الشباب لأنه أصلا ما تعب في المال، فبالتالي هو بذل. فالرسالة اللي نوجهها أنه ينبغي لكل أب أن لا يوقع ابنه في هذه المشكلة، اصنع من ابنك رجلا، هذا الرجولة بتحميه وبتحمي أولاده من بعده. فضيلة الشيخ، نختتم حديثنا في هذه الحلقة حول محور أو موضوع ربما الكثير يريد أن يرى أو يسمع قول الشارع أو قول الشارع فيه، قضية عمل المرأة. الآن أصبحت فتياتنا تخصصت في كثير من التخصصات الجامعية العلمية والمهنية، سواء في التعليم، سواء في مجالات الصحة المختلفة وبعض المجالات الأخرى. أنتم ماذا تقولون في عمل المرأة، وما هي الرسائل التي توجهونها لفتياتنا في هذا الموضوع؟ الحمد لله، طبعا الإسلام لم يهمل المرأة في أخذ حقها في العمل، لكن عمل المرأة يجب أن يكون مضبوطا بالضوابط الشرعية. ذكر العلماء رحمهم الله أن المرأة إذا أرادت أن تعمل لابد أن تأمن الفتنة أولا، لابد أن تأمن الفتنة، فإن أمنت الفتنة فلا بأس. الأمر الثاني أن لا تخالط الرجال، لأن مخالطة الرجال ستكون فيها مفسدة عظيمة. ولو كان هذا الأمر صدر من مرأة، يعني نحن يعني بعض الناس يقول لك يا أخي أنتم ليش تتهمون المرأة بأنها، نحن لا نتهم المرأة، نحن حفاظا على عرضها، حفاظا وصونا على كرامتها، ألا نزج بها في أماكن كما يقال القائل ألقاه في اليم مكتوفا وقال له إياك أن تبتل بالماء. كيف يمكن أن أزج بمرأة في 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 وضع كل رجولي أو في مكان كله رجال، وتريدني أن أحفظ المرأة وتقول لي والله أنا الآن أحافظ عليها، الآن أنا أزج بها إلى المفسدة. فطالما أن العمل مضبوط بضابط الشريعة، أمنت الفتنة، لم تخالط الرجال بحيث أنها تكون خلوة، تكون خلوة بحيث مرأة تخلو برجل، هذه الإشكالية الكبيرة. إذا كان في عمل فيه خلوة فهذا ينبذه الدين. أما إذا مرأة مثلا، عندنا في كثير الآن من المنظمات، في كثير من المؤسسات والجمعيات الخيرية تتبنى أشياء نشد على عضدهم بهذا، مثلا على سبيل المثال تعليم النساء الخياطة. صحيح. تعليم النساء اسمه هذا الطبخ، ما يكسب بإكساب المرأة حرفة ومهنة، نفس هذه الحرف تتناسب مع قدرات المرأة، تتناسب. نحن لا ننكر الوظيفة، نحن نريد القابلات والطبيبات والمعلمات،
لكن بهذه الضوابط احنا نحتاج ان تعلم بنتي تعلمها بنت مثلها تعلمها مرأة. احتاج ان لما اذهب الى المستشفى اجد طاقم نسائي كامل يكشفن على اهلي على اخواتي على زوجتي، هذا انا اريده كله، لكن مع وجود الضوابط. بل بالعكس، اذا وجدت هذه الضوابط فنحن بامس الحاجة الى عمل المرأة بمثل هذه الضوابط الشرعية. صح. التي امرنا الله تعالى بها. فهذه المؤسسات اللي تعمل هذه الاشياء فهم يعني جزاهم الله خير، جزاهم الله خير على تبني مثل هذه الامور اللي نحن بحاجة اليها. وإلا فالأمر هذا تكلم عليه العلماء. أجمل بحث قرأته في الشيء هذا حق الدكتور البار، الدكتور محمد البار إذا ما خانتني الذاكرة، اسمه عمل المرأة في الميزان. عمل المرأة جميل. في الميزان، هذا بحث جميل، يعني من أراد أن يستزيد ويعرف قيمة عمل المرأة وما هي نظرة الشريعة لهذا فليرجع لهذا البحث. إذن مشاهدينا الأعزاء بهذا الحديث وهذا المحور في حلقتنا هذه من برنامجكم واحة الإيمان وصلنا وياكم إلى ختام هذه الحلقة. غدا نلقاكم في حلقة أخرى من هذا البرنامج. إلى ذلك الموعد نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام. طريق الهدى والنور نمضي، ترسم درب القلوب واحة الإيمان، من وحي نور الإله نصح نبني، نسمو ونهفو إلى منازل الجنان. وصايا إيمان نهديها، نبني نفوسا ونحييها. وصايا إيمان نهديها، نبني نفوسا ونحييها. معاني الحب نسديها، نشد بعضا كبنيان في واحة الإيمان. معاني الحب نسديها، نشد بعضا كبنيان في واحة الإيمان.